متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي أشارت بحمد الله لتشكل المزيد من السحب الركامية الرعدية خلال ساعات نهار هذا اليوم في المناطق الجنوبية الغربية والمرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، تحديدا في المرتفعات ما بين منطقتي أبها والباحة وأجزاء من مرتفعات عسير. على الجانب الآخر، تشكلت بعض السحب التي كانت جزء منها بسيط ركامي في المناطق القريبة من حائل، لكن كان هناك سحب رعدية في المناطق القريبة من الجوف، شمال الجوف وما بين تقريبا منطقتي سكاكا وعرعر، وتسببت بهطول زخات رعدية من الأمطار بحمد الله. بالنسبة لتوقعات الهطولات المطرية خلال نهار يوم الخميس، ومتوقع بمشيئة الله تعالى خلال ساعات نهار يوم الخميس أن تتهيأ الفرص مجددا لأن تهطل بعض الزخات الرعدية من الأمطار فوق الجبال الجنوبية الغربية من المملكة، تحديدا فوق مرتفعات أبها وربما تطال منطقة الباحة وأكثر شيء على المناطق الحدودية مع الأراضي اليمنية، تلك المناطق التي يتوقع ومرشح بها أن تسقط بها زخات من الأمطار بمشيئة الله تعالى. باقي مناطق يسود بها الطقس مستقر بشكل لافت. على الجانب الآخر، نتابع في طقس العرب، حالة مدارية بدأت بالظهور على المناطق في بحر العرب وتشكلت يوم أمس على شكل اضطراب مداري في المنطقة القريبة من جزيرة سقطرى اليمنية. اليوم تطورت هذه السحب وتجمعت أكثر مع بعضها البعض واقتربت من السواحل العمانية واليمنية. خلال الساعات القادمة والأيام القادمة، هذه الحالة تحتاج إلى المتابعة عن كثب من خوفا من احتمالية تطورها إلى منخفض مداري أو ربما حتى عاصفة مدارية، كون هذه المناطق هي مناطق الآن مرشحة وهي محبذة لتشكل ونشوء العواصف المدارية. حاليا تأثر المملكة العربية السعودية بعيد جدا عن أي تأثيرات محتملة لهذه الأحوال الجوية المدارية المتوقع أن تحدث في منطقة بحر العرب. عودة للأحوال الجوية في الرياض، هذه الليلة الطقس سيكون صافيا بوجه عام، درجة حرارة صغرى 26 درجة مئوية والأجواء معتدلة بوجه عام. بالنسبة للأحوال الجوية، متوقع نهار يوم الغد في المملكة يوم الخميس، نبدأها من الشمال في سكاكا 37 إلى 25، 39 إلى 25 في عار، وفي تبوك من 36 إلى 19 درجة مئوية والأجواء حارة نسبيا بوجه عام. المناطق الغربية للمملكة يتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، في جدة تصل العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية، أما في المدينة المنورة من 42 إلى 29 مع أجواء تبقى حارة، كذلك أمر في مكة المكرمة من 43 إلى 30 درجة مئوية، في حين تكون في الطائف من 34 والصغرى 23 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية للمملكة، في أبها فرصة لزخات رعدية من الأمطار من 33 إلى 18، الباحة من 30 إلى 22، وفرصة الأمطار ضعيفة إجمالا غدا في الباحة، بينما تكون في جزاء من 34 إلى 30 درجة مئوية. المناطق الشرقية في الإحساء من 45 إلى 28 مع طقس حار للغاية، في الدمام من 41 إلى 28 مع أجواء مشمسة، وفي حفر الباطن من 43 إلى 31 درجة مئوية. المناطق الوسطى في الرياض من 41 إلى 27، في القصيم من 40 إلى 26 وتكون قريب ال 40 درجة مئوية، في حائل مع طقس حار أيضا بوجه عام في جميع هذه المناطق. الأيام القادمة تحمل معها أجواء مستقرة وتبقى حارة في العاصمة الرياض، 41 إلى 42 درجة مئوية في ساعات النهار ومن 27 إلى 29 درجة مئوية في ساعات الليل. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.